بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إحنا في الفيديو موجود قدامنا نوارة البرسيم، وموجود أيضا الدبور صغير، وده من أشرس أنواع الدبور. والحلقة النهاردة عن سروح النحل للمزارع والغيطان، وعن الدبور الصغير. الدبور اللي قدامنا ده صغير، يمكن في حجم النحلة أو هيزيد سنة صغيرة، إنما هو في حجم النحلة تقريبا، إلا إن هو شرس جدا. بنقول لأحبابنا وأصدقائنا ومشاهدي القناة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله لو أول مرة بتشوف القناة اشترك، دوس على الزر الأحمر الاشتراك، ودوس على زر الجرس ولايك للفيديو علشان تشوف كل جديد إن شاء الله. الدبور ده شرس جدا وقاتل دموي للنحل رغم صغر حجمه اللي احنا شفناه. دلوقتي احنا بننتقل للأرض المجاورة للمنحل، سروح النحل لزهرة نوارة البرسيم، وأنواع كتيرة من الزهور اللي موجودة في نفس المكان أو في نفس الوقت. في زهور كتيرة اهوت، مش البرسيم بس، يعني دي زهرة اهي في الأرض اهي جميلة جدا، عاملة زي البوق كده. النحل طبعا بيتنقل على كل الزهور دي، بياخد منها وبيجيب منها رحيق وبيجيب منها حبوب لقاح. الأرض كلها مليانة بأنواع الزهور اهو زي ما احنا شايفين. الشجرة دي شجرة جميلة أوي، عليها كميات كبيرة أوي من الزهور، وفيها شيء غريب أوي اللي ناحية الشمس الزهور بتاعتها لسه ما فتحتش أوي. الجهة المقابلة الناحية التانية اللي هي بعيد عن الشمس هنلاقي الزهور فيها شغالة. بكمية كبيرة مفتحة الزهور. ده طبعا برضو في زهور في الشجر اللي احنا شايفينها، النبات اللي قدامنا ده، النبات ده اللي هو بتاع القرع، اللي هو القرع العسلي اللي هو حجمه كبير. دي مانجا، واول مرة السنة دي بتطرح. الزهور طبعا برضو اللي هي موجودة دي بيجي عليها النحل وبياخد منها برضو، اي زهور النحل بيجي عليها. بننتقل من مكان لمكان. هنا احنا زارعين شوية برضو طماطم وحاجات كده تحت الشجر، بيطلع زهرة برضو النحل بيجي عليها وبيقف عليها وبياخد منها برضو بعض حبوب اللقاح والرحيق. المهم الأرض تكون مليانة بالزهور. دي شجر برضو فيها زهور، بس الزهور طبعا بتاعتها قلنا قبل كده النحل ما بياخدش منها، اللي هي بتاع شجرة البكام. هندخل على النحل. طبعا في شجر زيتون فوقها برضو، هو ما بياخدش منها من زهورها، هو بيجيب من الأرض المجاورة، من البرتقان، السفندي، الليمون، بيجيب من المزروعات المختلفة، بيجيب من البرسيم. ودي أفضل زهرة للنحل إن هو يجيب منها، وأفضل فرزة للنحل اللي هي زهرة نوارة البرسيم، ودي النحل بيجيب منها كويس أوي أوي أوي. دلوقتي هنبدأ اليوم بتاعنا. هذا احنا شايفين اهو الزهور، مهما كانت صغيرة الزهرة
إلا إن النحل بيجيب منها كويس، بينتقل من زهرة لزهرة، في زهرة صفراء هي جميلة بكميات كبيرة منها في الأرض برضو، والزهرة البيضاء دي بيجيب منها. عشان كده احنا شفنا بنشوف حبوب لقاح مختلفة، وأدى زهرة البرسيم بنقول للأحباب ما تنسوش لما كنتم ما شاهدتوش قبل كده القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ولايك الفيديو ليصلكم كل جديد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة.